انا شايف ان زيزو، والاهلاويه شايفين ان زيزو احسن لعيب في السنه دي. صحيح، بقول لك اهوت الاهلاويه كمان. لكن لو انت مش شايف ان زيزو احسن لعيب السنه دي، مفيش مانع، انت حر. انا لم اسيء ليك ولم اسيء لاي لعيب في النادي الاهلي. هو انا لما اقول ما هو لازم يبقى في واحد اول وثاني وثالث. لكن مفيش حاجه اسمها اول واول 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 واول، خمسه اوائل دي مش بتحصلش. صح، الا عندنا. صح، احنا كلنا اوائل. ايوه، مفيش حد تاني. وفي جمله شهيره اللي هو ايه، لو حضرتك طلعت النهارده وقلت يا جماعه الاهلي عظيم، فانت لازم تكمل الجمله زي ما الزمالك عظيم برضو. طب أيوة، انا بتكلم عن الاهلي دلوقتي. ايوه، فانا قلت الاهلي عظيم عشان بتكلم عن الاهلي. فده مش معناه ان الزمالك مش عظيم، والعكس صحيح. يعني بقول الزمالك عظيم مش معناه انه مش الاهلي.